بثلاث لاعبين قدوا الى مهاريه عطى كره جيده اتجاه معاوي. معاوي شادي عمان غادي مرار محاوله ديال القديوي وهدف. هذا هو اللي تكلمنا عليه. نعم هذا هو اللي تكلمنا عليه. الكره مشات في الارض. مشات في الارض عبد الرزاق ولكن ثنائيه كره طويله. هذا اللاعب ابو بكر طونغارا تيمرار والهدف الثاني. البزغودي بحال هادو ما تيضيعهمش. البزغودي قناص وهذا شيبي شيبي شادي عمان غادي يسدد وهدف. هدف الثاني ديال اللاعب شيبي. هذا اللي تكلمنا عليه على الطريقه البرازيليه. عنده الجراه الي اوداسيو. غادي اللاعب كريم لوكري. كريم لوكري شادي عمان اوه هدف ممتاز. عملية جميلة جميلة ديال فريق شباب الريف الحسيمي. هذه عملية تحسب للاعب زينكا عند اللاعب خابة 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 شاد عمان تسجل الهدف الرابع. تكلمت على ان خابة ما غادي يسجل لانه عنده امكانيات هائلة وكان ربما